هذا وتشهد عدد من الجبهات في تعز استمرار المعارك بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح، وتمكنت المقاومة من التقدم على جبهات عدة في كل من بئر باشا ومناطق أخرى، كما صدت المقاومة هجمات للميليشيا أثناء محاولتها التقدم في محيط جبل جرة والتوغل في حي الجمهوري. قصف عنيف وضحايا محمولون على الأكتاف وجرحى ينقلون إلى المستشفيات، كل هذا يحدث في تعز. خلال الساعات الماضية عاشت تعز أوضاعا عصيبة نتيجة القصف العشوائي الذي شنته ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية. وكالمعتاد قصفت الميليشيا أحياء الأخوة والروضة والثورة وزيد المشيكي والمغتربين والتحرير وعصيفرة ووادي القاضي ومستشفى الجمهوري. ومن هول ما حدث كان هؤلاء الأطفال مصدومين وبدت على وجوههم ملامح الخوف والدموع عندما قتلت الميليشيا شقيقتهما الكبرى في شارع الأربعين شمال المدينة. وانتم منين جيتوا؟ احنا جينا من لبنان ضربوا العسكر. تحرك سياسي محدود اعلنه اللقاء المشترك في تعز مجملا بيانه في اعلان تعز محافظة منكوبة بسبب جرائم الميليشيا وقوات المخلوع وفرض حصار خانق على السكان. بيان المشترك دعا الى دعم المقاومة الشعبية بالوسائل المتاحة، ويعد هذا مؤشرا جديدا على المستوى السياسي. الحال لم يتغير والموت لم يغادر شوارع وأحياء تعز. في ظل استهواء الميليشيا وقوات المخلوع صالح القتل والدمار بكل أشكاله،